خلص وائل، انا ما عاد فيني اتحمل هالعيشه المقرفه هي، طفح الكيل. طولي بالك وحياة عيونك، ما راح يصير غير اللي بدك يا، بس بدها شويه صبر. ما عاد فيني اصبر اكثر من هيك، فقعت مرارتي جنيت. طيب انا شو طالع بيدي ساوي وما ساويش؟ والله انا ما دخلني، كل شيء بيهمني انه تنفذ طلباتي، ما بكفي ساكته عليك؟ حبيبتي والله مقدر وضعك وانه حقك يعني، بس انا شو طالع بايدي؟ هذا الشيء من الله. ايه بعرف انه من الله، بس انا ليش انحرم من حقوقي الزوجيه؟ ليش انحرم اني اكون زوجه؟ كنت ضليت عزابي مو احسن لي؟ روي حبيبتي روي، وحياة عيونك لجيب لك كل شيء بدك اياه، لو بدي اشحد، المهم تكوني مبسوطه. ايه كثير مبسوطه. خلص حبيبتي والله انا بحبك. وانا شو بدي بالحب تبعك اذا مو طالع معك شيء؟ طيب انا رايح على المكتب، جيب لك شيء معي وانا راجع. استنى لا تروح. اسمع لقلك، قبل ما تروح على المكتب مرق لعند جارنا سامي، خليه يجي يصلح الدوش. لك لسه امبارح صلحه، واول امبارح صلح الخلاط، لك شو بدي احكي علينا الزلمه؟ ايه شو بدي اقول يعني؟ شو عم يجي يصلح ببلاش؟ عم ندفع له مصاري حبيبي، كل شيء باجاره، بعدين شو بعمل اذا كل شيء عم يتعطل بالبيت؟ كل شيء خربان. طيب ماشي امرك، هلا انا رايح بمرق على سامي وبقول له يجي يصلح الدوش، بدك شيء حبيبتي؟ لا بسرعه لانه شوب بدي اتحمم، بسرعه. واريدها ان شاء الله. حبيبتي قال تضرب هيك عيشة. ولك عمري انت كل يوم والتاني بدك تعطلي الدوش ولا بدك تعطلي حنفية كرمال نشوف بعض؟ ايه شو بدي ساوي؟ ما عم لاقي الا هالطريقة مشان شوفك. ولك انا مستعد موت تحت الدوش كرمال العيون. عيد الشر عن قلبك يا عيون. قومي قومي نصلح الدوش سوا ويقبرني على الضحكة. أنا شو هاد؟ لك شو شوفي شو بقى شو طلع؟ جار ما بعرف شو بقى شو بقى مدام، جيت بوقتك جيت بوقتك والله ما بعرف شو بقى. خير سامر حبيبتي شو بقى؟ يمكن ارتفعت حرارتها والله. لك شو شو اعمل لك شو ساوي؟ انا برايي روح جيب لك دكتور. شو رايك؟ لا 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 باخذ دواء بيمشي الحال. طيب طيب ماشي، انا معناتها رايح لعند جيراننا لانه عنده تصليحه ثانية. كتر خيرك يا جار، كتر خيرك. تفضل يعني شو مشان الحساب؟ لا لا شو الحكي، اعوذ بالله. الحمد لله على سلامة المدام. الله يسلمك. يلا بالاذن منكم. الله معك مع السلامة. خير خير حبيبتي. شو بقى شو صار لك؟ على مالك امشي. ما بعرف كيف نزلت ضغطي، عم بيجي ورحت هالشغل. شو مشابك؟ والله انا نسيت مفتاح المكتب هون، التحالي ببرق باخذ. الحمد لله نسيته ومشيت لحالي.